جولة أخبار منتصف النهار من أون لايف، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. البداية عودة مجددا إلى بطريركية الأقباط الكاثوليك التي وصلها البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مهنئا الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد، وذلك بحضور الأنبا إبراهيم إسحاق الذي هو بطبيعة الحال في استقبال المهنئين منذ الصباح بعد انتهاء قداس عيد الميلاد والذي كان ليل أمس. نتابع. من كل قلبي وباسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر بنرحب بقداسة البابا تودروس ونهنيه ونهني أنفسنا بعودته بالسلامة بكامل الشفاء إن شاء الله. وبكل الآباء المطرنة والآباء الأمامسة والكهنة معاه والإخوة والأخوات الألمانيين، أهلا وسهلا بكم. كلمات صغيرة بس يعني هي من القلب، لأنه ده تقليد أصبح تقليد من زمان وإحنا بنستقبله بكل حب. هو تبادل الزيارات وهي دي علامة محبة، ويعني قبل ما نكون يعني كنايس مع بعض إحنا أصدقاء في الرب، إحنا إخوة في المسيح. فيعني سيدنا شرف كبير لينا ان قداستك تيجي وكل الاباء معاك علشان نعيش بدايه زمن الميلاد زي ما حضرتك اطلقت عليه زمن الميلاد. فاحنا في بدايه زمن الميلاد وان شاء الله نتقابل مره ثانيه في فاهلا وسهلا بيك سيدنا، وربنا يديك الصحه علشان تواصل خدمتك ورسالتك الرعوية لبناء كل المسيحيين وكل أبناء مصر. أهلا وسهلا بك سيدنا وعيد سعيد علينا. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، عيد ميلاد سعيد وسنة جديدة سعيدة 2018. والحقيقة هذا التقليد في الأعياد نتقابل مع غبطة البطريرك هنا، نتقابل ومع الأباء الأسقفة والمطرنة والأباء الرهبان والكهنة وكل الشعب، ونتبادل المحبة ونؤكد عليها باستمرار. وزي ما السيد المسيح جاء إلى العالم من أجل العالم كله ومن أجل خلاص كل إنسان، ومجيء المسيح مجيء فرح ومجيء خلاص ومجيء محبة قبل الفرح والخلاص. بس عايزك تاخد بالك من حاجة مهمة جدا، ان في ميلاد السيد المسيح جاءت قرية بيت لحم، القرية الصغيرة التي جاء اليها امنا العذراء مريم والقديس يوسف النجار يبحثوا عن مكان، وللأسف ملوش اي مكان، بل لقوا شكل من أشكال الاعتذار أو شكل من أشكال الرفض أو شكل من أشكال عدم وجود مكان ليهم، عدم قبول ليهم، مفيش مكان. في حين أن المسيح جاي علشان كل إنسان بما فيهم أهل بيت لحم. وفي النهاية في بيت لحم كانت النتيجة أن مزود صغير وهو زي حظيرة للخراف
حظيرة صغيرة هي المكان الذي توفر علشان استقبال المسيح. مكان بسيط وممكن نقول عليه انه مكان حقير. في المقابل في ميلاد المسيح استقبل كل الجموع. في ميلاد المسيح استقبل الرعاة البسطاء. وفي ميلاده استقبل الحكماء من المجوس. يعني ممكن نقول كده قمة السلم الاجتماعي ونهاية السلم الاجتماعي. وفي ميلاد السيد المسيح اجتمعت نفوس كتيرة وأشخاص كتيرة. واحد زي سمعان الشيخ، واحدة زي حنة النبية، وقبلهم زكريا الكاهن، والقديسة اليصابات، وطبعا القديس يوسف النجار. وحول المسيح اجتمع كل أصناف من البشر. اجتمعت أمنا العذراء العذراء البتول، واجتمعت حنة النبية الأرملة، واجتمعت اليصابات المتزوجة، واجتمع الشيوخ سمعان الشيخ ويوسف النجار، واجتمع الحكماء في المجوس والرعاة بحسب أعمارهم وبحسب حياتهم. يعني كان المسيح مركز تلاقي الجميع. ومن هنا في تعليم مهم قوي، ان رغم ان بيت لح رفضت ولم يوجد فيها مكان، لكن المسيح في ميلاده أوجد مكان لكل أحد، حتى للحيوانات اللي كانت موجودة في المسبح. ده بيدينا حاجة مهمة جدا وتعليم ورسالة بنسميها رسالة عيد الميلاد، هي أن يكون في قلبك مكان لكل أحد. يا ترى قلبك يستطيع أن يستوعب كل أحد؟ دي رسالة أو نداء الميلاد العميق، إن أيها الإنسان لقد خلقتك في وسط بشر كثيرين لكي ما يكون قلبك حاوي لبشر كتير. القلب الضيق دايما يستبعد ده ويستبعد ده ويستبعد ده، والقلب المتسع يستطيع أن يستوعب كل البشر. بيسموها في لغة العلوم الحديثة يقول لك قبول الآخر. ده المفهوم الاجتماعي، لكن المفهوم الروحي والمسيحي إن قلبك يستطيع أن يستوعب الجميع، في أسرتك، في كنيستك، في بيئتك، في مجتمعك، في الشارع اللي انت ساكن فيه، في وسط الناس اللي بتشتغل وياهم. إزاي قلبك يستقبل الجميع؟ وإن حبيت أقول لكم على تدريب لنهاية السنة وإحنا بنستعد أيام وتبتدي سنة جديدة، اسأل كده نفسك واعرف طبيعة قلبك. هل تستطيع أن تستوعب كل أحد؟ هل عندك هذه المحبة اللي ممكن بقلبك يتسع لكل أحد؟ في فضيلة يا أحباء اسمها فضيلة اتساع القلب بالحب للكل. فضيلة اتساع القلب بالحب للكل، يعني الحب يخلي قلبك واسع ويخليك تستقبل الجميع ويكون لكل أحد مكان في قلبك. وغياب الحب يخلي قلبك ضيق مش قادر تستقبل أي أحد. الميلاد ميلاد ربنا يسوع المسيح، وفرحة الميلاد وإحنا بنحتفل بيها في يوم جميل زي النهاردة، وبنحتفل بحسب التقويم الغربي، وبيمتد الاحتفال لرأس السنة الميلادية ويمتد لغاية 7 يناير التقويم الشرقي. وزي ده وقت طويل نفرح فيه بميلاد ربنا يسوع المسيح. أنا سعيد بالحقيقة إن إحنا نكون هنا وفي صحبة غبطة البطريرك والأباء الموجودين معانا هنا، وباسم كل الحضور من الكنيسة القبطية بنهنئ الجميع ونفرح بوجودنا هنا.
وبنبقى سعداء للغاية إن احنا نتبادل هذه المحبة الموجودة مش في الأعياد بس، هي موجودة على الدوام، سواء بالمقابلات، سواء بالمكالمات، سواء بالمراسلات، المحبة القائمة والمستمرة والنامية على الدوام. ربنا يبارك في حياتكم، وبشكر غبطة البطريرك على محبته وقلبه المتسع، وكل الأحباء هنا بتمنى ليكم عام جديد سعيد وعيد ميلاد مجيد وفرحة في كل قلب، وبنهني مصر كلها بهذا العيد اللي بتفرح فيه مصر فعلا، كل ولادنا في المدارس، كل ولادنا في الأعمال، بنهني الجميع، والله يديم هذه المحبة ويديم القلب المتسع لكل أحد. كل سنة وأنتم طيبين. أمين. انت ما تقولش الجماعه الصعيد، قول الصعيد الجوال. الجوال. ربنا ما في صح دلوقتي، لكن تقول له لا، ما زور الجماعه الصعيد. احنا كنا عندكم في يناير 16. اي صعيد هو نخسر. تابعنا مع حضراتكم إذن استقبال الأنبا إبراهيم إسحاق بابا البطريرك الكاثوليك في مقر البطريركية الكاثوليكية بالقاهرة للبابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي ذهب مهنئا بهذه المناسبة الاحتفال بعيد الميلاد وفقا للتقويم الغربي بحسب احتفال أبناء الطائفة الكاثوليكية. هذه الاحتفالات التي كما تحدث البابا تودروس تمتد من 25 وحتى انتهاء هذا الشهر مطلع يناير من العام الجديد بحسب التقويم الغربي، ووصولا حتى إلى 7 يناير موعد احتفال أبناء الطوائف الأرثوذكسية بحسب التقويم الشرقي. وعلى هامش هذه الزيارة قدم البابا تودروس الثاني التهاني للمسيحيين في مصر وعدد من دول العالم ومسيحي الشرق، وتحدث في عظة حول هذه المناسبة. وكان الأنبا إبراهيم إسحاق قد قدم التهاني لقدوم البابا تودروس الثاني بعد رحلته العلاجية التي كانت على مدى الأسابيع الماضية. الآن نتحول مع حضراتكم للإشان القضائي لنتابع وقائع جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال الصحفية الشابة ميادة أشرف. نتابع. مشروع سياسي لم يثبت له او اي منهم يحط عليه قضيه مناسبه. المتهمين جم على تحديات الامن وجم مباشره على تحديات امن الدوله. انا مش فاهم القضيه. انا من ساعتها اتكلم في الميكروفون عشان المتهمين تسمعك. والى الان محبوسين على ذمه القضيه. معني ما في زياره من 10 اشهر. بعض المتهمين يعني في متهم ولم يتوفى من 5 ايام لم يستطع ان يحضر الجنازه، النهارده في متهم ولم يتوفى الفجر، وبالتالي برضه زي اللي قبله ما قدرش يرفع ولا يقدر الجنازه دلوقتي. فمعنيه تكون يعني احنا كما تعلمنا الاحتياطي ليس خطوره، ولكن معنيه بيمارس على المتهمين وكانهم محبوسين بأقوى عقوبه. المتهمين كلهم يعني هم في واحد عنده سرطان دم بيدخل له الشريط العلاج ب4000 جنيه. حتى اهله مش عارفين يدخلوا له العلاج، مش عارفين يشوفوه. ابصر دفاعك على مبررات الحبس الاحتياطي طبقا للقانون. الاصل في الانسان البراءه، واذا كان يعني احنا يعني انا بتكلم في حبس احتياطي، يعني هو ليس مدافع. فالمتهم لو معهوش حبس احتياطي ليس مدافع.
فالمتهم معلش ما في سياره من 10 اشهر. انا بطلب من معاليك المستسمح يعني تبقى في حتى زياره من اهل المتهمين في منهم بيموت داخل السجن تعبانين عنده سرطان في الدم واهاليهم بتموت خارج السجن. يعني هو نفس المتهم يموت في وسط عياله عنده سرطان في الدم مش عارف ياكل العلاج اهله مش عارفين ياكلوا العلاج ليه الناس تعبانه. فمعاليك احنا بنطلب بوافه وبنطلب رجال سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفع الحاضر مع المتهمين بعدم كفاية التلائم باستمرار حبس المتهمين. معالي الرئيس جميع المتهمين في هذه القضية لكن الأمانة وبما يقول الدفاع عن الصدق مع هذه الموقعة ليس في هذه القضية شكوك في أمر الحبس. المتهمين طبعا عليهم انحبسوا عرض قانوني كامل على النيابة العامة في الوحدة القانونية. المتهمين جميعا على الرئيس استعصوا بالاستنكار. مفيش متهم واحد معتاد في تحقيقات النيابه العامه. بالتالي على الرئيس في عدم وجود الدلائل الكافيه كده ما عنديش الا تحليلات الامن الوطني فقط. واحكام عليه توقف عليها ان التحليلات ما هي الا قانونيه. لابد لها من اساليب اخرى تساندها في التحقيقات. احنا ما بنعرفش على التحقيقات عشان نتاكد اذا كان في حاجه ثانيه تساند هذه التحليلات ام لا. يعني حتى الآن الاستعداد يتمكن من القضاء على الأوراق. ولكن المتهمين زي ما الزميل تفضل في بعضهم بيعاني من حالة صحية زي علاء ده معاليك يعني عنده حالة من حالات العجز أو الشلل وماشي بأركاز وده إقامته في السجن صعبة عليه جدا ودي حالة صحية وحالة اجتماعية أنت تأخذ بعين الأوراق. المتهم الآخر اللي هو عنده سرطان في الدم برضه دي حالة صحية يا ريس ولا كانت يعني إذا كانت حالة صحية بشرعي فشرعي عليه ضمانات من ضمانات الحالة الصحية في الزيارة والتمكن من العلاج والإقامة في مكان يصلح للإقامة دي كلها ضمانات للحالة الصحية. فإذا كان هناك خلل في هذه الضمانات بما يعرض حياة المتهم للخطر اللي هو دليل لحد النهاردة. وبالتالي يا ريس فهو الأصل فيه إن إحنا نستخدم يعني نلغي الاستثناء الإجراء الاستثنائي اللي هو الحبس نلغيه حتى نحافظ على حياة المتهم اللي هي مصونة بالشرائع السماوية حتى التشريع السماوي حينما يشرع الأمر يعني ولكن في القصاص حياة حتى في القتل في القصاص في أخذ الحق للحياة للحفاظ على حياة الناس للحفاظ على حياة المتهمين دول اللي هم حتى الآن في وجه القانون وفي وجه الإحكام الموقر وأمام الإحكام الموقر وأمام الدنيا كلها هم لحد النهارده وعلاء حتى اليوم. فحفاظا على حياتهم يا ريس ومعاقبه لظروفهم الاجتماعيه حالات المرتبه اللي بتحصل وهم مرتبين حتى من ان هم يحتاجوا جنازات اهليهم من حياتهم الصحيه اللي ممكن تسوء داخل السجن وتؤدي الى وفاه احد المتهمين. اخر الجلسه. شكرا يا ريس. 1038 جانب إذن من وقائع هذه الجلسة التي تعقدها محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة. ومن المنتظر أن تنظر هذه الدائرة بذاتها من بين مجمل القضايا التي تنظرها في هذا اليوم جلسة الحكم في قضية مقتل الصحفية الشابة ميادة أشرف والتي قضت في عام 2014. سنوالي حضراتكم مزيد من التفاصيل حال ورودها إلينا على مدى هذا اليوم. من القاهرة الجديدة نتحول مع حضراتكم إلى محافظة مطروح هذه المرة أيضا لننقل جانبا من مهرجان فنون البادية الثالث والذي يفتتح وزير الثقافة الكاتب حلمي النمنم بحضور محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد. نتابع جانبا من هذه الاحتفالية. هذا المهرجان على التعريف بالتراث البدوي المصري في مطروح والتراث الشعبي في مطروح بقسميه الشفاهي والمادي يدعو إلى الخير والحق والجمال ويحرض على الفضيلة وينشر الحب بين بني البشر ويدعو إلى السلام. يقول الشاعر خليك بين الناس فاعل خير والعمر مهما طال راه قصير خليك دي مصافي كيف العسل للناس حلو وشافي لا تهين غيرك لا بشر تكافي مهما حصل لك من اقلال الخير ولا تخون من خانك وخلك وافي ولا تبيع حق الناس بالتزوير. معالي وزير الثقافة دعنا نقول ان احياء التراث في كافة اقاليم مصر هو ضمان للعودة
إلى الأصالة والعادات والتقاليد والأخلاق المصرية، وأزيد على ذلك معالي وزير الثقافة بأن العودة للتراث سلاح هام للقضاء على الأفكار المتطرفة المتشددة التي هي دخيلة علينا بسبب أننا أهملنا التراث وأهملنا ثقافتنا الشعبية. السيدات والسادة، دعونا نستمع إلى الكاتب الصحفي الكبير معالي وزير الثقافة الأستاذ حلمي النمنم، فليتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد المحافظ الوزير اللواء علاء ابو زيد محافظ مرسى مطروح، القيادات التنفيذية بالمحافظة، السادة المشايخ، رموز اهالي مطروح الكرام، صباح الخير وكل عام وانتم بخير. الوجود في مرسى مطروح يعطي سعادة خاصة، لأن مطروح ليست أي منطقة في داخل جمهورية مصر العربية. بالتأكيد كل مناطق مصر عزيزة علينا ومقدرة، لكن هناك بعض المناطق تشاء الظروف الجغرافية والمقادير السياسية أن تضعها في بؤرة الاهتمام، ومرسى مطروح هي واحدة من هذه المناطق في مصرنا العزيزة. مطروح هي بوابة مصر الغربية، هي وأهلها الرابضون على حدودنا الغربية، حماة مصر من هذه الناحية. وكان أهالي مطروح باستمرار لهم في التاريخ دور مهم. نحن نذكر جميعا معركة أهالي مطروح سنة 15 أثناء الحرب العالمية الأولى، حينما تصدى الأهالي لقوات الاحتلال البريطاني التي أرادت أن تقتحم مصر من هنا وتعبر منها إلى ليبيا. استطاع أهالي مطروح بتسليح بسيط وبأعداد بسيطة أن يقاوموا جيش الاحتلال البريطاني، وهو وقتها جيش بريطانيا العظمى، أكبر قوة أو الإمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس. لم يخف منها أهالي مطروح، بل قاوموا وانتصروا وسقط منهم الشهداء. نذكرهم جميعا ونقدرهم. تلك هي محافظة مطروح، الموقع والتاريخ. أما أهالي مطروح فلهم في النفس وفي القلب مكان كبير، لأنه جزء من المخزون التراثي المصري موجود هنا، في فنون البادية وفي شعر البادية وفي حكمة أهل البادية. ولذا فإنني أود أن أطمئن الجميع أن التراث لم يغب ولم يضع في لحظة، والتراث لم يمت، لكن قد يكون أهمل في بعض الوقت، وآن الأوان أن نعيد له الاهتمام، خاصة الشعب منه الذي يعبر عن حكمة وخبرة الأجيال وخبرة التاريخ. ولدينا في مطروح فنون نعتز بها ونفخر بها، ربما لا تكون موجودة في أي مكان آخر في جمهورية مصر العربية. وبهذا المعنى نقوم على هذا المهرجان الكبير، ونصر على أن يكون سنويا وأن يكون قويا كل عام. أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى زملائي وأصدقائي العاملين والعاملات في الثقافة الجماهيرية، هيئة أصول الثقافة، وعلى رأسهم الزميل والصديق الأستاذ الدكتور أحمد عواد وكل العاملين معه، والقائمين على قصور الثقافة هنا في المحافظة جميعا، وبالاسم فردا فردا، للمجهود الكبير الذي يبذلونه. لدينا عدة مهام أساسية هنا. أولا أن نهتم بالحرف التراثية وأن نحافظ عليها، لأنها جزء من تراثنا وجزء من شخصياتنا، ولأنها عماد أساسي في مشروع التنمية الذي تقوم به مصر والذي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. لأنه بلا تنمية حقيقية فإن مستقبلنا سوف يكون مهزوزا. أيها السيدات والسادة، نحن نواجه عدة مهام وتحديات أساسية. المهمة الأولى هي مواجهة الإرهاب والتطرف والتشدد.
وإذا كان الإرهاب يجد مواجهة قوية وصلبة وعنيدة من قواتنا المسلحة ومن رجال الشرطة، أرجو أن نحييهم جميعا الذين يقدمون كل يوم وكل لحظة دليل جديد على إصرار مصر على التخلص نهائيا من الإرهاب. لكن في مجال الأفكار المتطرفة والمتشددة فهذا هو دورنا جميعا، دورنا كوزارة الثقافة، دورنا كمثقفين، دورنا كجمعيات أهلية ومنظمات المجتمع الأهلي الموجودة هنا في مطروح والموجودة خارج مطروح. وفي مسألة الإرهاب والتطرف والتشدد ليس هناك خيار، ليس هناك احتمال، الخيار الوحيد المتاح أمامنا هو النصر، إما النصر وإما النصر ولا بديل آخر، لأنه انتشار الإرهاب يعني إسقاط الدولة ويعني تفتيت المجتمع، ونرى ما يحدث في بلاد ودول مجاورة عزيزة علينا، ندعو الله سبحانه وتعالى أن تتجاوز المحن التي مرت بها، ولا ينبغي أن نسمح للإرهاب أن يفعل بمصر ما فعله بدول شقيقة ودول أخرى غير شقيقة، بددها الإرهاب ودمرها بالكامل. ليس لدينا خيار آخر سوى المقاومة والانتصار، وإن شاء الله سوف ننتصر. التحدي الآخر الذي نواجهه أيها السيدات والسادة هو تحقيق التنمية، تحقيق تنمية إنسانية مستدامة تضمن العيش الكريم لكل مواطن مصري على أرض جمهورية مصر العربية، وتضمن عدالة حقيقية لا تسمح لأحد، لفرد أو مجموعة أفراد باحتكار الثروة وما يتبعها. نحن نريد عدالة حقيقية تصون كرامة المواطن، كرامة المواطن المصري، وتصون مصر أيضا في مجال التنمية، ولا بديل في هذا المجال عن تحقيق تنمية مستدامة حقيقية. والواقع أن الدولة تقوم بمشاريع قومية جبارة وهائلة في كل مناطق مصر، وآخرها ما كان بالأمس لتأسيس الميناء البحري في مرسى مطروح لكي يكون من أكبر الموانئ في جمهورية مصر العربية، وليفتح مجال للعمالة ومجال للتنمية وإعمار هذا الجزء العزيز والغالي علينا. التحدي الثالث الذي نواجهه أيها السادة وهو بناء الحرية والديمقراطية، وهذه تقوم ببناء مؤسسات الدولة والحفاظ عليها، الحفاظ على مؤسسات الدولة من الإرهابيين ومن المتشددين، والحفاظ عليها من الفاسدين والمترهلين. وأظن أن الذي يتابع الأجواء يجد أن الأجهزة الرقابية والأجهزة القضائية والدولة المصرية بدءا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تتوانى لحظة واحدة في مواجهة الفساد ومحاربة الفاسدين أيا كانت أسماؤهم وأيا كانت مواقعهم وأيا كانت مراكزهم، لا تهاون مع الفساد ولا تهاون مع المفسدين. بناء مؤسسات الدولة واجبنا الأساسي أيها السيدات والسادة، والحمد لله إن لدينا المؤسسات مكتملة أو شبه مكتملة، لدينا مؤسسة رئاسية قوية، لدينا برلمان قوي ونشط نعتز به ونفخر به، لدينا حكومة تعمل ليل نهار، لدينا كل مؤسسات الدولة. وإذا نظرنا إلى الدول التي سقطت حولنا وخارج المنطقة العربية سوف نجد أن السبب الأساسي لسقوطها ليس فقط شراسة الإرهاب والإرهابيين ولا شراسة المؤامرات الخارجية، لأن المؤامرات الخارجية كانت موجودة وستظل موجودة، ولكن لأن هذه البلاد لم تكن فيها مؤسسات حقيقية أو كانت فيها مؤسسات ضعيفة. الذي حمى مصر في السنوات الأخيرة وفي الظروف العصيبة التي اجتزناها أن هذا البلد كان محميا ومحروسا أولا بعناية الله سبحانه وتعالى وبوجود مؤسسات وطنية قوية استطاعت أن تحمي هذا البلد، تتمثل قوات المسلحة المصرية، الجيش، تتمثل في القضاء ومؤسسات العدل، تتمثل في مؤسسة البرلمان، تتمثل في المؤسسات الثقافية والمؤسسات التربوية والتعليمية. أيها السيدات والسادة، نحن معكم ولكم وبكم دائما. تحيا مصر، تحيا مصر، وكل عام وأنتم بخير.
تابعنا مع حضراتكم إذن جانبا من هذا الحفل الذي تقيمه محافظة مطروح على هامش مؤتمر ومهرجان البادية بحضور وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلم النمنم والذي تابعنا كلمته، وكذلك محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد. هذا المهرجان الذي تحتضنه محافظة مطروح حتى 28 من هذا الشهر شهر ديسمبر، ويستقبل عددا من الفنون التراثية سواء كانت في مجالات الشعر أو الغناء أو حتى بعض الفنون التشكيلية وتشكيل الخيام والأنوال وما إلى ذلك، والحديث حتى وصولا إلى سباقات الخيل التي تفضلها هذه المناطق. هذا المهرجان الذي تحتضنه قرية القصر بمحافظة مطروح غربي مصر على مدى هذه الأيام حتى 28 من هذا الشهر. الآن نتحول مع حضراتكم من محافظة مطروح إلى محافظة الشرقية، لكننا هذه المرة ننقل جانبا من المؤتمر الشعبي لحملة علشان تبنيها، الحملة الهادفة لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة. نتابع. 3/11/2016 قرار تعويم الجنيه المصري. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من السهل عليه ان هو يبقي الوضع على ما هو عليه. الدولار سعره، احنا بنحدد سعر الجنيه قدام الدولار، وده سعر كان غير حقيقي وكان سعر متدني، فكانت المصانع بتاعتنا بتقفل والمستوردين بياخدوا الدولار ويطلعوا يستوردوا بضاعة، والعمالة بتاعتنا بتزداد بطالة والامور بتزداد سوء. كان من السهل على الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يفضل يستلف ويعدي الامور ويعدي الفترتين بتعوته، بس الامانة اقتضت عليه ان هو يواجه الامور بشجاعة. احنا بنحييه، الشجاعة بتاعته احنا اللي تحملناها الشعب المصري، انا وانت وغيرنا وكلنا في بيوتنا تحملنا الغلا وتحملنا الضغوط اللي احنا عايشينها وما زلنا عايشينها. الضغوط دي كانت بسبب ان احنا كانت في ايدينا فلوس، اي نعم الفلوس مش كتيرة بس الانتاج كان قليل، فهي العملية عرض وطلب. انت في ايدك فلوس بس المعروض من السلع قليل، فبالتالي السلع اسعارها كانت بتطلع. الامور دي كانت محتاجه وقفه. ليه الانتاج قليل؟ علشان خاطر احنا كنا مستسهلين الاستيراد، الدولار كان قدام الجنيه او الجنيه كان قدام الدولار محدد سعره مركزيا، فكان السهل تروح تجيب بضاعه من بره ومش مشكله الانتاج المحلي، وهتجيب بضاعه من بره بالدولار. طب الدولار ده انت بتطبعه؟ ما بتطبعوش، الدولار ده بيجي لك من منافذ وموارد هي السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وغير مباشر. كل القنوات دي كانت سددت جزء كبير منها بسبب ايه؟ بان سبب ان الامن كان غايب، ان الصناعة او القرار السياسي في مصر كان بعيدا عن ارض الواقع، اتغير بعد 30/6 بالثورة وقدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا دلوقتي بنبني بلدنا واحنا اللي بنتحملها. الدولار هينزل، بس هينزل امتى يا جماعة؟ هينزل بالانتاج، ان احنا نطلع انتاج حقيقي، ان احنا نقوي مؤسساتنا ونبني مؤسسات ونعلي الناتج ونعلي القيمة بتاع بلدنا. الناتج المحلي القومي ده اللي هو القيمة بتاع بلدنا، محتاجين نعليها بشغلنا وبايدينا. ده مش هيتم واحنا قاعدين، عمالين نقول شوف عطناله وسوناله والدنيا غلت علينا. الدنيا غلت علينا لان مفيش سبيل قدامه غير ان يعمل كده، مفيش سبيل قدامه غير ان هو يمول عجز الموازنة مني ومنك. لازم كلنا ندفع تكلفة الخدمة الحقيقية، القادر مننا لازم يدفع تكلفة الخدمة، القادر مننا لازم يتخلى عن الدعم، القادر مننا لازم ياخد كل خدمة موجودة في الدولة بتمنها. ما ينفعش ان كله يتساوى، لازم نعلي مقدار اللي مش قادر، اللي مش لاقي ده لازم انا اتحرك جوه الدعم، اخد من اللي مش محتاج واديه للي محتاج. الدولة لما بتتكلم عن اعادة هيكلة الدعم يا جماعة ما بنتكلمش ان احنا نخفض منكم فلوس من اللي محتاج، بالعكس كل مبلغ موجود في موازنة الدولة للدعم في كافة صوره واشكاله هو حق مكتسب للمصريين، بس احنا بنتحرك جوه الدعم عشان ناخد ونطلع اللي مش محتاج ونزود ال50 جنيه بتاع التموين اللي مش محتاج نزودها له. في ناس محتاجة تاخد رغيف العيش ببلاش، وفي ناس مش محتاجاه. اللي مش محتاج ده ادي للي محتاج. احنا محتاجين يا جماعة نواجه نفسنا، ما ينفعش كل شوية نتباهى بان احنا بنزود المستفيدين من الدعم. كل ما بنزود المستفيدين من الدعم كل الفقر ما كان زايد في البلد. محتاجين تنمية،
الحماية مطلوبة لناس معينة، إنما التنمية والمشاريع مطلوبة لينا كلنا. السهل علينا والأفضل لينا إن احنا نكون عندنا كلنا مشاريع صغيرة وعندنا مبادرات لده، يكون عندنا وظائف محترمة بننتج فيها وبنساهم فيها في الدولة وبنكسب منها. نخرج من الدعم برغبتنا وسواء بإجراءات معينة. دي الخطوات اللي موجودة على أرض الواقع، واللي القيادة السياسية اختارت الطريق الصعب وبتشتغل عليه. وزي ما بقول لكم السهل كان ان هي تفضل تبقى الامور على ما هو عليه. احنا بنحيي القرار السياسي الشجاع اللي دخل في الاجراءات الاقتصادية بقوة، واللي بيعالج التشوهات اللي كلنا عانينا منها سنين. وبحييكم على صمودكم، وبحيي ابناء محافظة الشرقية وحملة عشان تبنيها، وبدعوكم لاستمرار التواصل في دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعوكم لان احنا كلنا يكون عندنا ايجابية ونتواصل ونبني بلدنا، وبلدنا هتتبني بينا ان شاء الله. وشكرا لكم. شكرا استاذ ممدوح رمضان نائب رئيس تحرير جريده الجمهوريه. ايها السيدات والساده، لان قطاع العمال قطاع غايه في الاهميه، ويعول عليه السيد رئيس الجمهوريه في مواصله مسيره التنميه. الكلمه الان مع النائب الاول رئيس النقابه. تابعنا مع حضراتكم إذن جانبا من هذا المؤتمر الذي تعقده حملة علشان تبنيها في محافظة الشرقية. هذه الحملة الهادفة إلى جمع توقيعات لدفع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة. الحملة التي كانت قد عقدت مؤتمرا صحفيا مركزيا بالقاهرة أمس، وأعلنت عن جمعها ما يزيد على 12 توقيعا مطالبا بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غدا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للقاء نظيره الإثيوبي ومتابعة التعاون الثنائي ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة. ومن المقرر كذلك أن يطرح شكري خلال زيارته أفكارا ومقترحات للمساعدة في اعتماد التقرير الاستهلالي المعد من جانب المكتب الاستشاري مع ضمان الانتهاء من الدراسات الخاصة بالسد في نطاق الإطار الزمني المحدد. كما سيبحث التنسيق مع وزير خارجية إثيوبيا بشأن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء هيلي مريم ديسالين إلى مصر والمقررة يناير المقبل، ومتابعة الموقف من الإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة. عقد مجلس النواب قبل قليل جلسة عامة لمناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكاتب لجان الاتصالات والدفاع والخطة والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية. كما من المتوقع أن تشهد الجلسة التصويت النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون، والذي كان قد انتهى المجلس خلال جلساته الأخيرة من الموافقة عليه. وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الزيارة الميدانية لسجن برج العرب، وذلك لتفقد حالة السجناء وما يقدم لهم من خدمات صحية وأوجه رعاية. قاد مساعد وزير الداخلية ومدراء الأمن على مستوى محافظات الجمهورية جولات ميدانية في مختلف الشوارع، تفقدوا خلالها محيط الكنائس وتأكدوا من الانتشار الشرطي قبيل الاحتفال بأعياد الميلاد. كما راجع مساعد وزير الداخلية خطط التأمين مع قوات الشرطة والخدمات الأمنية المكلفة بعمليات التأمين، مشددين على ضرورة التعامل بحسم مع أي محاولات للخروج عن القانون أثناء الاحتفالات. وقد هنأ البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الأقباط بمناسبة عيد الميلاد. وفي لقاء لأونلايف عبر البابا تودروس عن شكره لوزارة الداخلية لتأمين الاحتفالات بمناسبة عيد الميلاد. كل سنة وانتم طيبين، وعيد الميلاد بنحتفل به فترة وليس يوم واحد. بنبتدي 25 يناير ديسمبر ونمتد لغاية 7 يناير، وبيبقى مرورا برأس السنة الميلادية في 1 يناير، وده حسب التقويم الشرقي والغربي. والحقيقة فرحة الميلاد هي فرحة الحاجة الجديدة، زي ما كل أي بيت بيفرح بأي مولود بيجي، البشرية كلها بتفرح بمجيء السيد المسيح. وما تنسيش حضرتك أن في ميلاد المسيح صار الزمن منقسما إلى ما قبل الميلاد وإلى بعد الميلاد،
بنشكر الله بنحتفل بيه على أرض مصر هنا اللي تباركت أيضا بزيارة العائلة المقدسة في السنوات الأولى من القرن الأول الميلادي، والاحتفال بيبقى له طعم خاص لمصر باعتبار أن مصر الدولة الوحيدة اللي زارها السيد المسيح وهو طفل صغير خارج حدود البلد اللي اتولد فيها في فلسطين. اللي ما حدث فيما قبل في أي وقت بنجد أن الكنائس تمتلئ والمؤمنين بيزدادوا عمقا وإيمانا، وأنا يعني أنتهز الفرصة ديت عشان أشكر الشرطة المصرية الوطنية في كل المجهود اللي بتعمله، وأنا شعوري أنها بتقوم بمجهود ربما أكتر وفوق طاقتها علشان تقدر تعمل عمليات التأمين الواسعة دهيت. أنا بشكرهم جميعا بداية من السيد وزير الداخلية إلى أصغر جندي وعامل في مجال الشرطة. عقد ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية مؤتمرا صحفيا لإعلان خطة عمله للعام الجديد، حيث أكد رئيس الائتلاف النائب محمد السويدي على أهمية التشريعات التي أصدرها البرلمان خلال المرحلة الماضية، مشيرا إلى أن صدور قانون التأمين الصحي الشامل كان تحقيقا لأمال المصريين. بعد أن اقترب عام 2017 من نهايته، بادر ائتلاف دعم مصر بعرض إنجازاته خلال العام، وفي احتفالية حضرها مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وعدد من القيادات الحزبية ونواب البرلمان، استعرض رئيس الائتلاف محمد السويدي حصيلة نشاط الائتلاف في 2017 وأبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب بتمرير من الأغلبية البرلمانية. من التشريعات دي كانت حاجات مهمة جدا، حاجات شبه انها تتعامل استحالة انها تتعامل. قانون التراخيص ده كان استحالة يطلع، قانون الشركات اللي طلع دلوقتي ده كان برضو من المعوقات الكبيرة، قانون الاستثمار، قانون تصالح الأراضي اللي هي الزراعية اللي كان عليها مشاكل، قوانين كتيرة جدا كانت من المعوقات انها حتى تخلي المواطن يعرف عيش عادي. ومكملين ان شاء الله بقى قانون الإدارة المحلية جديد وغيره ان نخلي الحياة أسهل للمواطن. السويدي تحدث عن خطة الائتلاف للعام 2018 والأجندة التشريعية للدورة البرلمانية الجديدة وملامح الانطلاق الجديدة من المبادرات التنموية التي تستهدف تحسين نوعية الحياة للأسرة المصرية. ان احنا فعلا نستغل كل مبادرات بتاعت مصر، كل امكانيات مصر لخدمة افضل، نخلق بها فرص عمل، المواطن يحس ان هو بيشتغل، يحس ان هو له قيمة، نبتدي يحس ان في امل يتحمل بها المرحلة الصعبة. اللي بتطمنه الصعب عدى، خلينا نشتغل وبإذن الله قدم أفضل. السويدي تحدث خلال كلمته عن سعي الائتلاف لتوفير نحو 5000 فرصة عمل من خلال عدد من المشروعات التنموية التي يرعاها في المحافظات. ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية أعلن انطلاقته الجديدة في تجسيد للإرادة الوطنية وإعلاء لمصلحة الوطن والسير نحو تنمية مستدامة. تقدمت قوات الجيش السوري في شرق وجنوب بلدة بيت جن آخر جيب تسيطر عليه قوات المعارضة المسلحة في الغوطة الغربية. وقال الجيش في بيانه أنه طوق بلدة مغر المير عند سفوح جبل الشيخ مع تقدمه صوب بيت جن وسط اشتباكات عنيفة، وتعد البلدة منطقة حدودية استراتيجية مع لبنان ودولة الاحتلال، وكانت المعارضة قد سيطرت عليها منذ بدء هجوم رئيسي قبل أكثر من شهرين. في اليمن قتل أكثر من 50 مسلحا من ميليشيات الحوثي في غارات للتحالف العربي استهدفت تعزيزات عسكرية في جبهة الساحل الغربي باليمن. في سياق متصل، دمرت مقاتلات التحالف صاروخا باليستيا مع منصته أثناء محاولة عناصر ميليشيات الحوثي تجهيزه وإطلاقه في منطقة رأس عيسى بجبهة الساحل الغربي اليمنية. أعلنت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أنها ستجري تخفيضات كبيرة في ميزانية الأمم المتحدة خلال السنوات المالية المقبلة. وجاء في بيان أصدرته البعثة الأمريكية أن ميزانية الأمم المتحدة المقبلة ستشهد تخفيضا يصل إلى 285 مليون دولار من ميزانية العامين الماضيين. كما نقل عن البعثة قولها في بيانها أنه جرى أيضا تقليص إدارة الأمم المتحدة المتضخمة ومهام الدعم، وأن تخفيضا نسبة إسهام الولايات المتحدة ماليا في الأمم المتحدة كان واحدا من أهداف إدارة الرئيس دونالد ترامب.
للشأن المحلي. من جديد نتحول إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة لمتابعة النطق بالحكم في جلسة اغتيال الصحفية ميادة أشرف. التظاهر والمواد 28 فقرة 1 و 30 و 32 فقرة 2 من قانون العقوبات. حكمت المحكمة حضورية أولا بمعاقبة خالد فرج بخيط فرج وشهرته الشيخ خالد للسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات. ثانيا وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة. قضية الرقيمة 7184 لسنة 2015 جنايات عين شمس والمقيدة برقم 566 لسنة 2015 كل شرق القاهرة. وقد ورد كتاب إدارة الترحيلات وأمن المحاكم بمديرية أمن القاهرة والذي يتضمن تعذر عرض المتهمين أمام المحكمة نظرا لدواعي أمنية شرط عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم. قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 11/2/2017 مع استمرار حبس المتهمين. رفعت الجلسة. تابعنا مع حضراتكم إذن جانبا من وقائع هذه الجلسة التي تعقدها محكمة جنايات القاهرة في أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة. سنعود لمتابعة حضراتكم بجديد التفاصيل حال وصولها إلينا والمرتبطة بإصدار الأحكام في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اغتيال الصحفية الشابة ميادة أشرف والتي تعود وقائعها إلى اغتيال الصحفية الشابة ومقتلها في مارس من عام 2014. دعا وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية لبدء مفاوضات فيما بينهما. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف قوله إن روسيا مستعدة للمساهمة في تيسير هذه المفاوضات. ولطالما دعت موسكو واشنطن وبيونغ يانغ إلى إجراء محادثات لوقف تصعيد التوترات المتعلقة ببرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن توقيت الاجتماع المقبل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لم يخضع للمناقشة بعد. وكان الرئيس الروسي قد أعلن في وقت سابق أن عدم إجراء اجتماع رسمي بينه وبين ترامب يظهر أن العلاقات الروسية الأمريكية لم تتجاوز الأزمة القائمة بينهما بعد. حققت نيابة أمن الدولة العليا مع 9 من المتهمين في إحدى خلايا الحراك المسلح التابع لجماعة الإخوان الإرهابية والمتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور والاشتراك في استهداف الارتكاز الأمني بمحور 26 من يوليو. بشر فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة التحقيقات مع المتهمين حيث أسند إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها فضلا عن تهم الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة لهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. أقامت صحيفة الأهرام المسائي ندوة للاحتفال بتكريم 7 من الأبطال المشاركين في معركة الكبريت إحدى أهم معارك حرب أكتوبر المجيدة. نتابع. 45 عاما مروا على حرب أكتوبر المجيدة وما زالت معركة الصمود الخالدة معركة الكبريت واحدة من أهم النماذج في العبقرية العسكرية والتضحية بلا حدود. واحتفالا بأبطال معركة الكبريت كرم 7 لواءات من الذين شاركوا في تلك المعركة. معركة كبريت دي ما كانتش معركة صمود بس ولكنها كانت معركة صمود وإرادة وتحدي. احنا كنا الإرادة واحنا كنا التحدي اللي تحدينا بها العدو 134 يوم وهزمناه قدامنا وما قدرش يقرب ثانية واحدة للأرض ويدنسها وكسرنا حصاره
بنتكلم عن كبريت ونتكلم عن البطولات اللي فيها، عن ازاي ان الشباب المصري كنا شباب ساعتها، كنا بنضحي بنفسينا، كنا حاطين هدف ان احنا لازم نحرر بلدنا. حتى يعني احنا كنا متفقين ان احنا لو الخطوة اللي هنعديها في سينا مش هنرجعها، ما نرجعش الا احنا منتصرين، لازم نرجع الكرامة. كان في هدف وفي عقيدة وفي مبدأ. استعاد الحضور ذكريات المعركة وأحداث البطولات وما قدموه الأبطال من تضحيات. أنا أتذكر إن إحنا لما كنا في كبريت كان كلنا فرد واحد، وكل واحد كان بيخاف على الآخر. كانت المعركة عبارة عن دفاع عن نقطة موجودة في الأرض المصرية اللي هي موقع كبريت، إن إحنا خدنا على نفسنا عهد إن الخطوة اللي نخطوها للأمام ما نرجعهاش للخلف تاني. احتفالية تتوج أبطالا قدموا مثالا وقدوة في قوة التحمل والمثابرة، لتظل أسماءهم محفورة في الأذهان على مدار سنوات طويلة. ندى هشام، أون لايف. حالة الطقس ودرجات الحرارة نتابعها مع نيرفان العبد. بكم مشاهدينا إلى نشرة جوية جديدة ليوم الاثنين. طقس مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بارد على جنوب الصعيد نهارا وشديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد. وننتقل إلى أحوال الطقس في محافظات مصر ونبدأها بالقاهرة، حيث تسجل الكبرى 19 والصغرى 10 والأجواء غائمة جزئيا نهارا وصافية ليلا. أما في الإسكندرية تسجل الكبرى 18 والصغرى 13 والجو غائم جزئيا نهارا وصافي ليلا. أما عن بورسعيد تسجل الكبرى 18 والصغرى 15 والجو ممطر بنسبة 50% والغيوم ليلا. أما عن أسيوط تسجل الكبرى 19 والصغرى 7 والأجواء صافية نهارا وليلا. وفي المنيا تسجل الكبرى 19 والصغرى 7 والأجواء صافية نهارا وليلا. وفي شرم الشيخ تسجل الكبرى 21 والصغرى 14 حيث الصفاء صباحا وليلا. أما عن أسوان تسجل الكبرى 21 والصغرى 10 والجو غائم جزئيا نهارا وصافي ليلا. وفي الأقصر تسجل الكبرى 20 والصغرى 8 حيث الأجواء الغائمة نهارا والصافية ليلا. وفي حلايب وشلاتين تسجل الكبرى 26 والصغرى 19. وإلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ونستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية، ونبدأها بالعاصمة العربية القدس، حيث تسجل الكبرى 11 والصغرى 4. أما عن دمشق تسجل الكبرى 14 والصغرى 1، والرياض تسجل الكبرى 30 والصغرى 13. وفي طرابلس تسجل الكبرى 16 والصغرى 9. وفي الجزائر تسجل الكبرى 19 والصغرى 8. وأخيرا في أبوظبي تسجل الكبرى 25 والصغرى 18. وبذلك مشاهدينا انتهت نشرتنا، وإلى اللقاء. ختام هذه الجولة هذا تفكير بعناوينها. تطورات ملف سد النهضة على طاولة مباحثات شكري ونظير الإثيوبي غدا في العاصمة أديس أبابا. مجلس النواب يناقش إنشاء وكالة فضاء ويصوت على مشروع قانون بتعديل أحكام تنظيم السجون. استعدادا لتأمين احتفالات أعياد الميلاد، الداخلية تستعد بانتشار أمني وتوجه بالتعامل بحسم مع أي خروج عن القانون. ختام هذه الجولة، موعد إخباري جديد عند رأس الساعة المقبلة بحول الله.